بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشوف ازاي اغير لون العنصر وشكل العنصر، بمعنى ان مثلا عايز اغير لون الطريق، عايز اغير لون المية ديت، لون النخل، الحاجات دي كلها عايز ابدأ اتحكم في شكلها. تمام، اعمل ايه؟ هاجي هنا من بيلد اند مانج، هدخل كرييت اند مانج يور موديل. انا عندي حاجة هنا اسمها ستايل باليت، تمام، دي عبارة عن ايه؟ فيها كل العناصر اللي انت ممكن تستخدمها، اي حاجة 3D موديل، اي حاجة كافريج، اي حاجة ماتيريال تقدر تتحكم فيها. طيب تعالى ناخد مثال لازاي الشغل فيها. تعالى نختار مثلا المكان دوت، هقول له دلوقتي انا عايز حجم الايقونات تبقى عاملة ازاي، هل هي كبيرة، هل هي ميديم، هل هي سمول، هل هي ايكون ليست. تمام، وبعد كده اقدر اضيف اي فولدر تاني، اقول له اد واسميه اي حاجه، وفي نفس الوقت اقدر الغيه. تمام، من هنا اقدر اخش على الفولدر اللي انا عايزه، اقول له ديليت، الغيه، اعمل له اكسبورت، اصدر اي فولدر، تمام، اقدر اعمل له اكسبورت واقدر اعمل له امبورت. يعني بعد ما اصدره ممكن مثلا انا محتاجه في مكان تاني، او عايز اصدره على جهاز اخر اعمل له امبورت. ممكن اعمل دوبليكيت، يعني اختار ستايل الكتالوج، كل اللي فوق دوت في الكتالوج، في الفولدرات، في التنظيم، الحاجات ديت. طب اللي تحت ان انا اضيف بقى ستايل جديد، تمام، يعني ده ستايل معين، انت شايف مثلا ده كفرش معين معمول له ديت، ممكن اقول له لا انا عايز اضيف حاجه جديده، فبيقول لي طيب الفايل ستايل اللون اللي جوه عايزه يبقى اني لون، اروح مختار اي لون انا عايزه. تمام، ممكن اقول له انا عايز ماتيريال، اختار ماتيريال اللي جوه بدل عنصر. انا عايز اوتلاين، عايز تستخدم فيه انهي ماتيريال او لون زي ما انت عايز. الويتس بتاعه هيبقى قد ايه؟ تمام، تقدر تتحكم في الويتس، اقول له اوكي. تمام، يبقى انا كده اضفت للمكتبه بتاعتي، تمام، العنصر ده. تمام، وتقدر تلغي لو في عنصر مش عايزه، تقدر تعمل كوبي. تمام، تقدر تعمل اديت، او ممكن اديت تروح دايس على العنصر مرتين. تعالى نعدل في دوت، لان ده هو الموجود هنا، فاقدر اشوف التعديلات مره واحده. اقول له انا عايز ماتيريال، اختار الماتيريال اللي انا عايزها، وليكن مثلا بلاك او بلاك. بعد كده اقول له اوتلاين ستايل، اختار الاوتلاين ستايل بتاعي، وليكن مثلا البلاك دوت، او يعني زي ما انت عايز، يعني هي مجرد بس امثله. تمام، اوكي. الويتس هتختاره قد ايه؟ اقول له اوكي، وابدا اشوف التاثير اللي هيحصل معايا. تمام، ده مجرد مثال على شغل على الستايل باليت. تعالى نشوف مثلا الماتيريال، دي الماتيريال اللي عندي، اقدر اضيف برضو جديد ماتيريال جديده، اقدر اعدل فيها، اقدر انسخ، نفس كل الكلام اللي احنا طبقناه في الكفرج هو اللي هيطبق في كله. تعالى مثلا نختار البريتش، تمام، ده مثلا الماتيريال معينة، بيقول لي الماتيريال دي عبارة عن صورة تكتشر. تمام، لو انت عايز تكتشر ممكن تخش على جوجل تكتب انا عايز صورة تكتشر، هيجيبها لك على طول، الويدث بتاعها والهاي بتاعها. لو انت عايز تعدلها هتدوس هنا وتختار اي ماتيريال تانية موجودة عندك، او تقول له لا ده انا عايزها كولر، وتبدأ تحدد بقى انت ايه الكلر اللي انت عايزه. تمام، طيب ايه بقى الماتيريال جروب؟ بيبقى عندي مجموعة ماتيريال ورا بعض. تمام، نفس يعني احنا خدنا الماتيريال اللي هنا وحطيناهم هنا، حطيناهم بحيث مثلا الطريق دوت يبقى فيه كذا ماتيريال، فتقدر ترتبهم تاني او تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. تمام، تقول لا ده انا عايز الماتيريال دي بدل دي. تمام، ايه الحاجة اللي الووتر، ممكن تقول له تعالى نشوف الووتر،
دي البانك ويتس، البانك ويتس والووتر ليفل والبافر ويتس، الووتر سيرفيس ماتيريال. تمام، تقدر تعدل فيهم. وانا مثلا مفترض ان البانك ويتس صفر، تقدر تزود تضيف البافر ويتس قد ايه، البانك ماتيريال تقدر تعدل الماتيريال بتاعتها. تمام، او انا مثلا مختار اللون دوت، ممكن تختار لون تاني. الرود بيقول لي نوع الطريق هيبقى ايه، هل هو رود ولا بريدج ولا تانل. الماتيريال جروب، هو زي ما شايف في كذا حاجة، فممكن مثلا اختار دوت واقول له اوكي، هتلاقي الطريق تعدل معايا. التراك سيتنج، لو انت مثلا عايز تعدل الويتس بتاعه، ممكن مثلا عندك قانون بيقول لك لا مش بترين العربية، لا خليها مثلا احنا ما بنعرف نتصرف، هنخليها متر ونص، ما تعرفش ازاي العربية اصلا. المهم يعني تقدر تشوف حسب الكود اللي موجود عندك، تقدر تضيف ان في مثلا مكان هيعدي تاني مثلا للمشاة او للناس اللي سايقة عجل. تمام، تسمي هنا اي اسم وتديله الواتس بتاعه، مثلا واحد اتنين. واي تعديل هتعمله هيبدأ يظهر معاك هنا. الديكوريشن، لو انت عايز تضيف مثلا شجر، عايز تضيف علامة، اي حاجة، اي حاجة يعني، مثلا ممكن تضيف شجر، تضيف نور، كل مثلا كام متر كده تلاقي حاجة تخبط فيها. تمام، لو كان الأحسن إن أنت متحطش نور خالص وتخلي الطرق مكسرة، لأن لما بنصلح الطرق معدل الحوادث بتكتر زي مواضيع النقل قال. تمام، أنت شوف إيه العلامة اللي أنت هتستخدمها، مثلا ديت مثلا. أوكي، طيب هتستخدمها كل قد إيه العلامة ديت؟ تمام، طبعا مش هي دي العلامة، بس أنا مش لاقي. خلينا نشوف تري مثلا، فرنيتشر، ست فرنيتشر، ستريت لامب مثلا. اوكي، شوف استخدمها كل قد ايه مثلا، ده مجرد نموذج، انت بقى تبدأ تظبطها بحيث انها تيجي في الطريق بالظبط. تمام، ده مثال. فزي ما انت شايف الستايل باليت بيتحكم في شكل كل عنصر اللي انت هتستخدمها في الشغل بتاعك، فهي قائمة من القوائم المهمة جدا، نتمنى ان احنا نستخدمها ان شاء الله.